لما طلعت على الطبلة انه في شيء ناقص بجسمي بدي اخذه من هاي مشان اكمل جسمي كاملة وحبيتها يعني. يعني اذا بيجي مني يمكن ما اخلي بالشتاء يجي عليها برودة وبالصيف ما اخلي يجي عليها سخونة، يعني هاي قطعة من جسدي. الصعوبة اللي لقيتها بأيام مسيرتي الفنية، أنا بنفسي كان لي تأثيرات، مثلاً عم بطلع الحفلات بحفلة كبيرة يعني في عالم، شلون مثلاً بدي أشيل هالطبلة، بدي أدقها، وشلون بدي تطلع هالصوت من هاللاقط. يعني مع مرور الأيام تعودت، يعني حفلة حفلتين ثلاثة تعودت. أول حفلة أتذكر طلعت مع المرحوم كنانة ساري، هو له الفضل الكبير لي اللي أعطاني هالمجال وشجعني. أول حفلة طلعت معه كنت بالحسكة، كنت صغير، كسرت الدربكة، وقعت من إيدي من خوفي، بقول لك صراحة يعني. طبعا قال لي بدك تتعود، وقعت من الإيقاع مرة مرتين ثلاثة، قال لي خليك معلش تعود يعني. قال الإنسان بده يتعود، بده يكمل، ما دام لك مسيرة ولك نية بدك تتعلم وصارت هالشغلة براسك خليك مستمر بهالشغلة بهالدربكة.